كانت عندي بعد. هو بقى يمكن قصدها السوبر ماركت يعني قصدها ده. المدام يا استاذ، اهلا وسهلا، ازيك يا حاج؟ عامله ايه؟ انت بتبيع خضار؟ ها انت مالك؟ ايه مالها مالها؟ سيادتك قلت لها غلط. اه لنا كتير يعني لسه بالله شوال اول اول ما تتكلم خالص. انا كنت ربنا ندخل قطار. طب فين ولادك؟ ولادي ولادك في الشغل اللي منهم ضمنهم ثلاثة خرس وواحد مشلول؟ اه بيشتغلوا؟ لا يعني بيسرقوا العربية اللي بيشوف بلاش. سلامتك يا حاج.